لو حابة أسأل حضرتك عن أوجه التعاون ما بين الاتحاد المصري والاتحاد الدولي، مستر فلاديمير بيتكلم بإيجابية جدا طبعا يعني عن شخصك الكريم وعن كمان الاتحاد، وقبل ما حضرتك تنضم لينا في الحديث كان بيتكلم كمان عن مصر واستضافتها للبطولة وقد إيه إحنا على التراك الصحيح الفترة المقبلة بإذن الله. هو التعاون اللي بيتم بين الاتحاد الدولي وبين الاتحاد المصري هو تعاون وثيق، لانه احنا بنطلب تنظيم بطولات ودي اهم حاجه عندنا طبعا، وتنظيم واستضافه دورات تدريبيه سواء للمدربين او للحكام، كل الحاجات دي بتكون دعم من الاتحاد الدولي. بالاضافه طبعا لانه الاتحاد الدولي بيعمل تعاقدات مع الشركات المختلفه المصنعه للاسلحه والذخائر، ان احنا نستطيع نحصل على تخفيض كبير منها، ده بيساعد على نمو وانتشار اللعبه في مصر وفي دول العالم. كل ده بيعتبر دعم من الاتحاد الدولي للاتحاد المصري، وطبعا ده بينجح المنظومه الرياضيه في مصر خاصه في الرمايه، لانه لما بنستضيف بطوله بنحقق منها اهداف كثيره، اكبر حاجه منها طبعا الاحتكاك والاختبار وتناقل الخبرات والمنافع بين الدول وبعضها، طبعا دي في حد ذاتها منفعه كبيره جدا لمصر في هذه التوقيتات. طيب بالنسبه لدعم الدوله، في الحقيقه الدوله مؤخرا ما بتتاخرش عن كل الاتحادات اللي بتستضيف بطولات عالمية، دعم الدولة ما قبل استضافة البطولة بطولة العالم للرماية. الدعم ده جزئين، جزء فني وده بيخص باللجنة الأولمبية المصرية، المهندس هشام حطب ومجلس إدارته، يبقى في مراجعة دايما فنية بالمستويات وإيه الأهداف المحققة والمرجوة. الدعم المادي والإداري وباقي الأوجه النشاط في الدعم ده بيكون من خلال وزارة الشباب والرياضة، لأنه الدولة بتقدم دعم كبير جدا في الاستضافة، لأنه في إجراءات مطلوبة كثيرة لدخول الأسلحة في مصر، فده جزء من الدعم، وبالتالي هذا الدعم بيساند الاتحاد المصري في استضافة البطولة، لأنه لو ما فيش دعم الاتحاد لا يمكن يستضيف بطولة، بل بالعكس احنا عندنا وزارات كثيرة قوية في الدعم معنا، اللي هي وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، كل التسهيلات المطلوبة لاستضافة البطولة بنلاقيها متواجدة فورا، علشان ده في الأول وفي الآخر وبيرفع اسم مصر. أكيد.